будет делать или кто и что не будет делать, мы до последнего كما قدمنا مشروعا لضمانات الأمنية بشأن أمن وسلامة أوروبا بالإضافة إلى المصالح الأمنية لكافة الدول على هذه القارة من ضمنها أوكرانيا، ولكن قالوا لنا أن أوكرانيا لهم وأنهم هم الذين سيحلون مصيرها، ونعرف أنهم رفضوا الكثير من مقترحاتنا من بينها وجود تهديدات على الأرض للاتحاد الروسي. وشرح الرئيس بوتين لماذا اتخذ هذا القرار عبر بدء هذه العملية العسكرية الخاصة، وبإمكانكم أن تنقلوا هذا الموضوع إلى مواطنيكم إذا سمحوا لكم بذلك لكي تفهموا مبدأنا. نحن نريد من أوكرانيا أن تكون دولة صديقة منزوعة السلاح وأن لا تشكل تهديدا، لكي تكون دولة نازية جديدة، ويجب ألا يمنع التحدث باللغة الروسية أو ممارسة الثقافة الروسية أو الصلاة بحسب الطقوس الروسية في أوكرانيا. نعرف أن مثل هذا المنع والحظر موجود في القانون، وخلال السنوات الماضية بعد الانقلاب توجهنا إلى الزملاء الغربيين لكي يقنعوا السلطات في أوكرانيا بالرجوع عن هذه التغييرات، ولكن هم كانوا صامتون بشأن ذلك. ونعرف أنهم فرضوا أيضا قانون بشأن اللغة في أوكرانيا، واعتبروا أن اللغة الأوكرانية هي الوحيدة من اللغات التي ستعد مقبولة في المحافل الرسمية، ولكن بقية اللغات ستمنع من التدريس في المدارس والجامعات. لا نتكلم فقط عن الروسية ولكن عن اللغة الرومانية وغيرها، وكلنا حينها عرضنا مثل هذا السلوك، ولكن استمرت الحكومة الأوكرانية بذلك. كانت هناك بعض الاستثناء للغات الاتحاد الأوروبي، ولكن بقيت اللغة الروسية ممنوعة من حقوقها، ورغم أن هذه الحقوق يجب أن تكون مضمونة صمت الغرب عن ذلك، وتأكدنا من أن الغرب بحاجة إلى أوكرانيا لكي تكون ضد روسيا وكل ما هو روسي. أما بشأن الاستفتاء الغربي بشأن القرم، فأعتقد أن ذلك يعد الكيل بمكيالين، ولم نره سابقا بهذه الدرجة. وحين عمل الناتو على ضرب دول يوغوسلافيا السابقة، وحين اتخذوا القرار في كوسوفو للاستقلالية، نعرف أن الغرب برمته كان قد دعم مثل هذا المبدأ على أساس أنه ديمقراطي. أما الاستمتاع في قرم فهو ممنوع، والألبان في يوغوسلافيا فشجعوهم على مثل هذا التصرف لأن هدفهم كان تدمير هذه الدولة وتفكيكها، وكي لا يكون في البلقان أي دول كبيرة. ونحن نعرف هذه الأهداف، والهدف نفسه كان يستخدم ضد روسيا، لكننا نعرف أن الحديث لا يدور عن أوكرانيا، إنما يدور على الاعتداء على كل ما هو روسي، وكان ذلك من الديانة والمصالح واللغة والأمن وغيرها. لذلك ردت فعل الغرب على تصرفاتنا أدت إلى عدائيتهم تجاهنا. ويجب الآن أن يركز فقط على مصالحهم الخاصة. شكرا لك معالي الوزير. استمعنا وزير الخارجية الأوكراني يقول أنه لم يكن هناك من تقدم فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، بالتالي هل من أفق أيا كانت ليتكلل هذا الاجتماع بالنجاح ولإيجاد حل أو لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
there any positive outcome during this meeting, and what's your plan to ease the crisis right now? Thank you. قلت أننا جاءنا هنا ليس لتغيير مسار الخطط الموجودة بين الدولتين، وسنعمل على المسائل العملية وفرص، وعملنا بتحديد تفاصيل الضرورية لإنهاء هذه الأزمة، منها نزع السلاح والشذاذ النازية وضمان حيادية أوكرانيا. ونحن قد حذرنا زملائنا خلال اللقاء اليوم بأننا لن نخلق أي مسار موازي كما يرغبون دائما، إذ نعرف أنهم يفضلون تغيير العمل بشأن اتفاقات معينة عبر العمل على صياغ جديدة. يجب أن تأخذ المركز الأول في الأخبار، وهذا ما يقومون به عادة. هذا فيما يتعلق بفعالية اليوم، وأنا لم أتفاجأ من أن السيد كوليبا كان قد قال إنه تفاجأ لأنه لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق للنار. نحن لم نكن نهدف لتحقيق ذلك خلال لقائنا اليوم، وإذا كان هذا في اللقاء توجيه الأسئلة بشأن وقف إطلاق النار، فيجب أن نعمل على الممارات الإنسانية ليس كما ترغب الجهة الروسية ولكن كما ترغب الجهة الأوكرانية، ولكي ينقلوا للصحفيين إلى أن كافة المطالب الأوكرانية كانت قد فشلت. وهذا هو الأسلوب نفسه التي تستخدمه وزارة الخارجية الأوكرانية، وذلك لحصول على تأثير على المجتمع الدولي واستبدال العمل الحقيقي الذي يجب علينا إجراءه. рассчитанные на сиюминутное какое-то восприятие публики и подменяющие реальную работу. شكرا جزيلا لكم معالي الوزير. إذن نعرف أن الولايات المتحدة قد حظرت توريد الغاز. كيف ستتعاملون مع هذه المسألة مستقبلا، وكيف سترد روسيا على هذه العقوبات المفروضة على مختلف الشركات الروسية؟ أعتقد أنني تطرقت إلى هذه المسألة، وكيف أننا سنتواجه، ماذا سيحصل خلال هذه المرحلة، وكيف سنحل هذه المشكلة، بحيث أننا لم نكن يوما متعلقين بالشركاء الغربيين، كانوا من الحكومات أو من الشركات التي لا تعتمد على مصالح عملنا، بل نعرف أنها أصبحت أدوات للاعتداء السياسي، وهو من النوع الذي تتعرض إليه روسيا من الدول الغربية الآن، وسنقوم بكل ما بوسعنا كي لا نصبح أبدا في مثل هذا الوضع. ونعرف أنهم البعض سيحاولون تدمير اقتصادنا، ولكن سنعمل على أن نصبح مستقلين عن ذلك. أما فيما يتعلق بالغاز، نحن نترك هذا الأمر. لأخلاق وضمير زملائنا الغربيين، نحن لم نستخدم يوما النفط والغاز كسلاح، ورغم أنهم يحاولون أن يتهمون بمثل هذه الأمور فنحن نرفض ذلك. في عام 2010 حين بدأت السلطات الأوكرانية بسرقة الغاز خلال الترانزيت أو عبور الشحنات، فيما كنا نرسل كل هذه الشحنات بكامل التزاماتنا وبكامل أحجامنا، إلى أن نعرف أن الأوكرانيين سرقوا هذا الغاز. هل هذا غير من رأي أوروبا؟ كلا، اتهموا روسيا بفعل ذلك. كل ما يجري تجاه أوكرانيا يقيسونه بمعيار واحد، كيف يمكن من خلال هذه الدولة الإساءة إلى الاتحاد الروسي، وكيف يمكن ردع روسيا.
وهذا ما قاموا به منذ فترة بعيدة. Через эту страну навредить Российской Федерации, как можно сдержать Россию. أوروبا دائما ما تتكلم عن قيمها ومبادئها وبأن أوروبا فرضت العقوبات وأوقفت الشركات وفي الوقت عينه تقول أنها ستشتري النفط والغاز الروسيين وألا سنواجه مشكلة في التدفئة. إذن إذا تريدون شراء النفط والغاز الروسيين يجب أن تستمروا بفعل ذلك. والوزير نوفاك تكلم عن هذا الموضوع وقال بأنه لن يحاول إقناع أي أحد بشراء هذه المواد، وإذا أرادوا أن يستبدلوها نحن لسنا ضد ذلك، وهناك سوق لمثل هذه المواد وستبقى موجودة. покупать наши нефть и газ. Захотят они чем-то заменить, ради бога. У нас рынки для сбыта будут, и они уже есть. Шукран лакум. Пожалуйста. Я так понимаю, что американский корреспондент, да. سؤالي هو التالي: هل هناك خطة لدى روسيا الاتحادية في العمليات العسكرية؟ كيف يمكنكم التعليق على ذلك؟ هل روسيا لديها أي خطوط حمر في إطار العمليات العسكرية؟ هل ثمة من خط أحمر لن يتم تجاوزه؟ هل تتكلمين عن قبل بدء العمليات العسكرية؟ هل هناك خطوط حمراء بشأن إدخال المساعدات الإنسانية؟ أجبت عن هذه الأسئلة سابقا، وهل نحن نعمل على منع دول من تسليح أوكرانيا أم لا؟ ونرى أن مثل هذه الدول تشكل تهديدا لنفسها، وذلك لأنها تنقل أسلحة خطيرة، على سبيل المثال الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة، خاصة حين يرون أن السلطات الأوكرانية تقوم بتوزيع مثل هذه الأسلحة بمئات الآلاف وحتى للآلاف للناس العاديين بدون أي خبرة. لا نقول أننا نملك خطة لهذه الدول العضو في الناتو على سبيل المثال، وأعرف أن وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس قد أعلنت أنه في حال لا ما يخسر بوتين في أوكرانيا فلن يكون لأطماعه حد، وبأن هدفه المقبل ستكون دول البلطيق ومولدوفيا. بالتالي نحن لسنا الذين تكلموا بشأن هذا الموضوع، هذا صدر عن وزيرة الخارجية البريطانية، ولذلك في هذا الوضع. نرى أن ذلك يتطابق مع الثقافة الإنجليزية والدبلوماسية الإنجليزية، لأنهم بنفسهم كانوا عن إرث بيتر الأول، أنه إرث مفبرك. تحياتي لكم علي الوزير. هل من الممكن اليوم أو هل كان من الممكن في الأمس أندريه كاليسنيكوف غازيتا كوميرسانت سيرغي فيكتوريتش сегодня становится استخدام السلاح النووي؟ ذكرتمونا بالحرب النووية، لقد ذكرتم ذلك. أنا أود أن ألفت انتباهكم إلى أن الموضوع النووي وفقا للأحداث التي تجري في أوكرانيا والتي حدثت في السنوات الماضية والتي احتدمت في الأيام الأخيرة، فنعرف أنه سيتم مناقشة كل هذه المواضيع وضخ هذه المعلومات من قبل الممثلين الغربيين ولا سيما دول الأعضاء في الناتو. ونذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية نفسها ليستراس لم تستثني المواجهة بين روسيا ودول حلف الناتو. وأود أن أذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ يتصرف باستقلالية بدون أن يتفق عبر إعلاناته مع دول الأعضاء في الناتو، وأعلنوا أنه في حال كان الناتو يرغب في هذه المواجهة بإمكانه أن ينشر الأسلحة النووية
في المناطق الشرقية للاتحاد الأوروبي ولدول الأعضاء في الناتو. وأيضا ذكر أن نظيره الفرنسي قال أن بوتين يجب أن يتذكر أن الدولة الفرنسية أيضا دولة نووية. وقالوا أن الغرب يعلن ضد روسيا حربا شاملة. وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين حين طرح عليه سؤال ما إذا كان يوجد بديلا لهذه العقوبات المفروضة على روسيا، فرد بأن البديل هو الحرب العالمية الثالثة. بالتالي هم يعلمون بمثل هذه الأفكار، ودائما ما تطفو هذه الأفكار إلى السطح. وبالطبع هذا يقلقنا، ونعرف أنهم يعودون دائما إلى هذا الموضوع. السؤالان الأخيران لو سمحتم. الرئيس الكازاخستاني يقترح منصة كازاخستانية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، هل تنظر روسيا في هذه المبادرة؟ ومتى وكيف ستتم الجولة المستقبلية المقبلة بين الطرفين؟ روسيا وكما قلت في بداية هذا اللقاء ممتنة لكل من يقدم خدماته في تسوية هذه الأزمة الصعبة في داخل أوكرانيا. Из добрых побуждений предлагает услуги в أننا مستعدون لإيجاد حل، علما أننا ندرك بقلق جميع الأطراف بشأن هذا الموضوع، ولكن المهم أن تكون هذه الاقتراحات التي تكلمت عنها آنفا واضحة بالنسبة لزملائنا في تركيا وكازاخستان، ويجب ألا تستخدم من الجهة الأوكرانية التي لطالما اعتمدت على استبدال تصرفاتها من خلال التأثيرات الخارجية عليها. وكما قلت نعرف أنهم حاولوا استبدال اتفاقات منسك، إلا أنه خلف كل ذلك نعرف أنه توجد رغبة بعدم تنفيذ ما تم التوصل إليه واستبدال ذلك بمؤثرات خارجية. وكما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أننا مستعدون لأي صيغة، يجب أن لا تستدعى فقط لكي نلتقي.